أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في أن الإمامة بعد الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام لا تجتمع في أخوين، وإنما أكبر الأبناء الأحياء للإمام السابق إذا لم تكن به عاهة يكون هو الإمام من بعد الإمام السابق، والأحاديث في ذلك كثيرة ذكر الكليني رضوان الله تعالى عليه بعض تلك الأحاديث في هذا الباب من كتاب الكافي الشريف. باب ثبات الإمامة في الأعقاب وأنه وأنها لا تعود في أخ ولا عم. الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام أنه سئل: أتكون الإمامة في عم أو خال؟ فقال لا. فقلت: ففي أخ؟ قال لا. قلت ففي من قال في ولدي وهو يومئذ لا ولد له الراوي وهو إسماعيل محمد بن إسماعيل ابن بزيع من أجل الثقات أصحاب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يسأل هذا السؤال عن الإمام الرضا يقول من بعدك لمن تكون الإمامة؟ لأن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام حينما توفي واستشهد أبوه الإمام موسى بن جعفر، وتبوأ الإمام الرضا منصب الإمامة ظاهراً، لم يكن له ولد. سائر الأئمة من قبل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. حينما تبوأوا الإمامة كان لهم أولاد. أمير المؤمنين كان له الحسن والحسين حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الحسن كان له أولاد، الإمام الحسين كان له أولاد حين استشهاد الإمام الحسن. وهكذا سائر الأئمة. فلذلك حينما كان يسأل الإمام من الإمام من بعدك؟ كان يقول ولدي فلان مثلاً. إذا لم يكن في تقية. لكن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام حينما تبوأ الإمامة ظاهراً لم يكن له ولد. وكان قد مضى من عمره الشريف أكثر من ثلاثين عاماً. فهذا كان مثار للتساؤل إذا شخص عمره أكثر من ثلاثين، وهو متزوج، والله سبحانه وتعالى لم يرزقه أولاد منذ زواجه سنوات طوال، فالظاهر أنه عقيم، فمن يكون الإمام من بعده؟ لذا هم كانوا يعلمون بأن الإمام الرضا إمام لكن لأنه لم يكن له ولد وكانوا يزعمون أنه عقيم فكانوا يسألون أنه من بعده الإمام لمن تنتقل لأحد إخوته لأحد أعمامه مثلا أخواله لمن فالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أجاب أن القاعدة بعد الحسن والحسين ان الامامه تكون في الاعقاب لا تنتقل لا الى اخ ولا الى عم ولا الى خال ولا الى اي شخص اخر سوى ابن الامام. الامام الرضا لا ابن له. فمن الامام من بعدك؟ قال ولدي وفي ذلك الوقت لم يكن له ولد. طبعا هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى كان للامه لأ لان الله سبحانه وتعالى يمتحن الناس باستمرار. الايه الشريفه حول اصحاب الرسول صلى الله عليه واله تقول: اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين. في كل سنه الله سبحانه وتعالى كان يمتحنهم بالغزوات والسرايا مره او مرتين. تذهب للغزوه لعله تقتل. لعله تعوق فيها صعوبه لذلك الله سبحانه وتعالى كان يمتحنهم بذلك الذهاب الى الغزوه والثبات فيها وتنفيذ اوامر الرسول صلى الله عليه واله فيها والله سبحانه وتعالى بنى هذا الخلق من الاول على الامتحان احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم الله سبحانه وتعالى امتحن الجميع من اول خلقه الى اخر خلقه يعني الله سبحانه وتعالى حينما خلق ابليس يعلم بان ابليس سيطغى سيتكبر سيكون كافرا سيحاول اضلال الناس لكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك خلقه. والله سبحانه وتعالى حينما تمرد ابليس على امره فلم يسجد لادم لم يعاقب ابليس فورا بان يبيده او يقتله او يسجنه مثلا. نعم طرده من الجنه، طرده من رحمته. لكن هو طلب من الله سبحانه وتعالى أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم مع أن إبليس الإفساد منه صدر من اليوم الأول حيث لم يسد لآدم وإلى اليوم الوقت المعلوم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا أرسلنا شياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وروايات كثيرة تحذر بني آدم من الشيطان. لماذا الله سبحانه وتعالى لم يعاقبه من اليوم الأول؟ وإنما سيعاقبه في يوم القيامة، أخره إلى ذلك الوقت لامتحان الخلق. فالله سبحانه وتعالى بنى الامر على الامتحان الامتحان لا يكون في الاشياء السهله او الاشياء التي هي تطابق رغبه الانسان وانما الامتحان يكون في الشيء الذي لا يرغب اليه الانسان او يكون في الشيء الصعب يعني لا يمتحنون الطفل بانه نحن نمتحنك بانه نضع امامك حلويات ونأمرك بأكل هذه الحلويات حتى اذا ما اكل سقط في الامتحان واذا اكل نجح في الامتحان، هذا ليس امتحانا لانه هو بطبعه يرغب الى ذلك بدون ما تأمره يفعل ويصنع الامتحان يكون فيما خلاف فيما يكون خلاف شهوات الانسان وخلاف رغباته وفيما هو صعب زين الله سبحانه وتعالى اختبر الخلق باختبارات مختلفة مثلا في غزوة احد الله سبحانه وتعالى اختبر المسلمين بالغنائم في الجولة الأولى من المعركة انتصر المسلمون وانهزم المشركون وتركوا غنائم الذين كانوا على الثغر على جبل الرمات الرسول كان قد أمرهم بأن لا يتركوا مواقعهم لكن أكثرهم تركوا المواقع ليس غفلة لأنه قائدهم حذرهم وقال لهم إن رسول الله أمركم بأن لا تتركوا مواقعكم لكن ما يقارب 38 واحد من الخمسين تركوا مواقعهم سقطوا في هذا الامتحان الثغر انكشف المشركون بقياده خالد بن الوليد من خلف المسلمين هجموا والمشركون المنهزمون من الجهه الاخرى رجعوا فصار المسلمون في حصار الامتحان الثاني هؤلاء الذين كانوا في ساحه المعركه اكثرهم انهزموا بعضهم على طرف الجبل، وبعضهم على طرف الصعيد. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني مو غفلة وذهول، لا الرسول كان يدعوهم يا فلان يا فلان يا فلان ارجع. ما كان يلتفت أصلاً. كل همه الفرار. زين هذا امتحان. الله سبحانه وتعالى عفا. عن أصحاب الثغر الذين نزلوا خالفوا أمر الرسول لكن بعد ذلك أيضا كرروا في غزوة حنين وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين هذا ايضا في اواخر حياه الرسول صلى الله عليه واله ومن بعد رسول الله ايضا الله سبحانه وتعالى اختبرهم، واختبرهم اختبارات مختلفه، بين فتره واخرى اختبار صعب. في زمان الامام الرضا عليه الصلاه والسلام، الله سبحانه وتعالى اختبر الشيعه اختبارا صعبا. شنو هو الاختبار كان؟ الامام الكاظم كان مسجونا. حسب بعض الروايات أربع سنوات كان مسجون في بغداد. زين، الإمام عنده وكلاء. هؤلاء الوكلاء تكدست عندهم الأموال. الإمام مسجون ينتظرون الإمام يطلق سراحه يروحون يسلموا الأموال. لكن الإمام موسى بن جعفر سم واستشهد وهو في السجن فهنا بعض هؤلاء الأشخاص خلال أربع سنوات كانت تكدست عندهم الأموال فطمعوا في هذه الأموال هسه الخلف الخليفة للإمام موسى بن جعفر هو الإمام الرضا إذا يعترفون بإمامته لازم يسلموا لهذه الأموال فابتدعوا دينا ومذهبا البعض منهم وهو مذهب الواقفة أنكروا إمامة الإمام الرضا عليه السلام طمعا في هذه الأموال طبعا الأكثر ما استجاب لهم وآمن بإمامة الإمام الرضا لكن هؤلاء الأقل منهم علي ابن أبي حمزة البطائني هذا كان عنده عنده عشرة آلاف دينار ومنهم زياد القندي كان قد تكدس عنده سبعون ألف دينار ومنهم آخرون هؤلاء أنكروا إمامة الإمام الرضا زين مزيدا في الامتحان كان عندهم حجة أيضا أن الإمام الرضا لا يكون إماما لأنه لا عقب له ما إلى عقب وطبقوا روايات الإمام المهدي على الإمام الكاظم أن الإمام الكاظم لم يموت وإنما غاب وهو المهدي الذي سيرجع ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا الله سبحانه وتعالى امتحن الناس بهذا الامتحان الله عندما يريد يمتحن يعرف شلون يمتحن. تكدست عند هؤلاء الاموال، صار لهم مصلحة دنيوية في إنكار إمامة الإمام الرضا، وإنكار موت الإمام موسى بن جعفر. من ذاك الطرف الإمام الرضا ما عنده ابن في الظاهر. زين هذا عقيم ما يكون إمام. فهذه سببت الفتنة والامتحان. والله سبحانه وتعالى أمهلهم لفترة يعني الإمام الرضا بعد إمامته إلى حدود عشر سنوات لم يرزق بذرية بعد ذلك على كبر منه أكثر من أربعين سنة عمره الله سبحانه وتعالى رزقه بولدين الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام وحسين ابن علي هذا أيضا من أبناء الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وقيل أن الله سبحانه وتعالى رزقه بنتا أيضا وحينما ولد الإمام الجواد تبين بطلان مذهب الواقفة لأنهم كانوا مركزين على هذه النقطة يتصور أن الإمام الرضا عقيم مركز على هذه النقطة يعني جعل كل دليل لإبطال الحق بأن الرضا ليس إمام، أنه ليس له ولد، وإذا فجأة الله سبحانه وتعالى يرزقه ولدا. المشكلة كانت في زوجته، ولم تكن فيه. فلما تزوج بأمة نوبية من النوبة، كانت سمراء أو سوداء. النوبة بلد في السودان، السودان الحالية. جنوب مصر، شمال السودان. ولذا الإمام الجواد كان أسمر في لونه سمار على كل حال الله سبحانه وتعالى امتحن الناس بهذا الامتحان جن الشيعة المخلصون يعلمون أن الرضا هو الإمام بس من طرف آخر ما عنده ولد فمن الإمام من بعده قلت لأبي الحسن الرضا أو سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام أتكون الإمامة في عم أو خال؟ هذا كأن السؤال فيه إشعار، أنت ما عندك ابن أخوك راح يكون الإمام، لأن الإمام الرضا كان أكبر أبناء الإمام موسى بن جعفر، والإمام موسى بن جعفر كان له سبعة وعشرون ولداً على حسب بعض الروايات، والشيخ المفيد يروي أن كل واحد منهم كانت له منقبة وفضيلة يعني أبناء الإمام موسى بن جعفر كانوا في قمة الورع والتقوى ولكل كل واحد منهم منقبة وفضيلة يروح الإمام في أخيه أو في عمه لأن أبناء الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أيضا كان منهم مجموعة أحياء في زمان الإمام الرضا ومجموعة منهم كانوا أحياء في زمان الإمام الجواد يعني عبد الله في زمان الإمام الجواد كان أحد أبناء الإمام الصادق عليُّ بن جعفر الجليل، عليُّ بن جعفر هو عم الإمام الرضا، وعاش إلى زمان الإمام الجواد، يعني عم والد الإمام الجواد، والإمام الجواد عمره تسع سنوات، عشر سنوات تبوأ الإمامة، وعليُّ بن جعفر كان عمرهُ حوالي ثمانين سنة لحيته بيضاء دخل الإمام الجواد في المسجد فقام له إجلالا وقبل يده فحينما ذهب الإمام الجواد بعض أصحاب علي بن جعفر عيروه أنت عم أبيه كيف تصنع به هذا الصنيع فعلي بن جعفر وضع يده تحت لحيته وقال ماذا أصنع إن الله سبحانه وتعالى جعل الإمامة في هذا هذا الولد اللي تشوفوه في الظاهر طفل واتيناه الحكمة صبية ولم يرى هذه اللحية أهلا للإمامة أنا أخالف أمر الله باعتبار مثلا بعض الأمور الاجتماعية لا لا أخالف أمر الله سبحانه وتعالى على كل حال أتكون الإمامة في عم أو خال فقال لا فقلت ففي أخ قال لا زين لعد منه راح يكون الإمام من بعدك قال قلت ففي من قال في ولدي وهو يومئذ لا ولد له بعد ذلك الله سبحانه وتعالى رزقه الحديث الآخر عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تجتمع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين إنما هي في العقاب وعقاب العقاب لا تجتمع في أخوين في العقاب وعقاب العقاب إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هسه بمناسبة ذكر الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام ولو هو خارج عن موضوع هذه الأحاديث ولكن نشير إلى نقطة وهي أنه ورد في حديث شريف أيضا في الكافي أنه ما ولد مولود في الإسلام أكثر بركة منه ما ولد مولود في الإسلام أكثر بركة منه يعني من الإمام الجواد كيف ما ولد مولود في الإسلام أكثر بركة منه؟ هسه الرسول صلى الله عليه واله ولد قبل نزول الوحي عليه. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولد قبل البعثة بعشر سنوات. أما الإمام الحسن، الإمام الحسين ولد في الإسلام في المدينة المنورة. وكذلك من الإمام زين العابدين إلى الإمام المهدي. ولدوا في الاسلام والامام الحسن والامام الحسين والامام زين العابدين الى الامام الرضا افضل من الامام الجواد فكيف ما ولد مولود في الاسلام اكثر بركه منه الجواب هذا الحديث ما يقول ما ولد مولود في الاسلام افضل منه لا الامام الحسن افضل من الامام الجواد الامام الحسين افضل من الامام الجواد سائر الائمه الى الامام الرضا حسب بعض الاقوال افضل من الامام الجواد وطبعا بعض الاقوال تقول هم في الفضل سواء فهذا الحديث لم يقل ما ولد مولود افضل منا في الاسلام قال ما ولد مولود في الاسلام اكثر بركه منه لماذا لان ولاده الامام الجواد ابطلت مذهبا الواقفه كان لهم سطوه لان بعض كبار وكلاء الامام موسى بن جعفر هم الذين ابتدعوا الوقف وكانوا رواة، أصحاب كتب، لهم نفوذ بين الناس، مو فقط بين الشيعة، حتى بين غير الشيعة، وكانت لهم أحاديث يستندون إليها، فهذا المذهب كان يمكن أن يستمر لمئات السنين، كان يمكن أن يستمر لهذا الزمان. والاف مؤلفه عشرات الالوف بل ملايين الناس كان يمكن ان يظلوا بهذا المذهب لانه ماكو فرق بين من انكر امامه امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام وبين من انكر امامه اي واحد من الائمه ماكو فرق، من انكر واحدا منهم فقد انكر الجميع. يخرجه عن دائره التشيع. كما في الأنبياء. إذا واحد أنكر نبي من الأنبياء كافر يكون. يعني واحد يقول أنا مسلم وأقبل نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأقبل بالتوحيد وأقبل بصفات الله وأقبل بيوم القيامة وأقبل بجميع الأنبياء، لكن إذا قال لا أقبل بنبوة عيسى أو قال لا أقبل بنبوة موسى أو قال لا أقبل بنبوة نوح مثلاً. هذا يكون كافرا اصلا. لا نفرق بين احد من رسله. بس شنو تاثيره اذا انكر نبوه نوح؟ مع اعترافه بنبوه محمد صلى الله عليه واله. لا الاعتراف بنبوه جميع الانبياء هذا من اصول الدين. كذلك بالنسبه للامامه الاعتراف والاذعان والتصديق بامامه جميع الائمه هذا من اصول الدين. فمن أنكر واحدا منهم فقد أنكر الجميع ولا يفيده ولا يغني عنه اعتقاده بسائر الأئمة فإذا هؤلاء الواقفة الذين أنكروا إمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وأظلوا شطرا كبيرا من الناس وخلقا كثيرا وابتدعوا مذهبا هذا المذهب كان يمكن أن يستمر لكن ميلاد الامام الجواد عليه الصلاه والسلام ابطل هذا المذهب البركه في مولده نفس مولد الامام الجواد كان سببا لانقراض الواقفه طبعا في اليوم الاول ما انقرضوا لكن حجتهم الكبرى هذه الحجه دحضت وبطلت وبعد ذلك صاروا في سفال الى ان انقرضوا لم يبق منهم احد والشيخ الطوسي في إحدى كتبه يستدل على بطلان مذهب الواقفه من جملة الأدلة أنه لو كان هو المذهب الحق المذهب الحق لا ينقرض هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله المذهب الحق لا ينقرض في زمان الشيخ الطوسي المذهب الواقفه كان منقرضًا يعني حوالي سنة 450 للهجرة، وطبعا قبله كان منقرض لكن كلام الشيخ الطوسي في ذلك الوقت هذا المذهب انقرض ببركة ميلاد الإمام الجواد عليه السلام لأن كما ذكرت هم كانوا مركزين على هذا الأمر ما كانوا يحتملون أن الله سبحانه وتعالى جعل دحض حجتهم في نفس حجتهم شافوا الإمام رضا ما عنده أولاد فعلى هذه المساله ركزوا لاثبات مذهب الوقف وابطال الحق لكن الله سبحانه وتعالى نفس هذه النقطه جعلها سببا لدحض حجتهم فمولده فيه البركه اكثر من مولد سائر من ولد في الاسلام فعلى كل حال الامام بعد الامام الـ رضا عليه الصلاة والسلام انتقلت إلى الإمام الجواد ابنه الأكبر طبعا هنا امتحان آخر الله سبحانه وتعالى امتحان كما ذكرنا الامتحان الآخر شنو كان أن الإمام الجواد كان صبيا يعني سبع سنوات أو تسع سنوات ظاهر صبي كيف يكون إماما لذلك بعض الناس تزلزلوا الله سبحانه وتعالى امتحنهم بذلك لكن الحجة كانت موجودة عيسى عليه الصلاة والسلام في المهد وهو نبي نعم حين بلغ عمره سبع سنوات أو تسع سنوات صار رسولا لكن هو في المهد نبي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ما يقول وسيجعلني نبيا قال وجعلني نبيا يحيى عليه السلام واتيناه الحكمه صبيا الله سبحانه وتعالى امتحن بذلك الحجه موجوده لكن بعض الناس عقولهم صغيره تستدل بالقران بالحديث الصحيح من رسول الله صلى الله عليه واله لكن ما يستوعب هذا الطفل يكون امام شنو المشكلة إذا عيسى في المهد هو نبي وإذا يحيى هو صبي نبي شو المشكلة أن الله سبحانه وتعالى الذي جعل النبوة في صبي أو في رضيع شو المشكلة أن يجعل الإمامة في صبي مثلا ومرة ثانية الامتحان الله كرر بشكل آخر في الإمام الهادي عليه السلام أيضا حين استشهاد الإمام الجواد كان الإمام الهادي صبيا أيضا بشكل آخر في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما استشهد الإمام العسكري كان عمر الإمام المهدي خمس سنوات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للنجاح في امتحاناته وأن يجنبنا مضلات الفتن هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين